مخاوف كبيرة يبديها أولياء تلاميذ مدرسة محمد سعدي ببلدية ولاد بن عبد القادر في ولاية شلف جراء وصول مياه ملوثة إلى حنفيات المدرسة الابتدائية. ما تاع سبالة هنايا يجي من تحت من الواد ليهم هنايا كي داوا عايرو صابوه ملوث 240%. ولادنا راهم يشربوا من الواد. يجي يغسلوا من الماء الصباح يشربوا عشية يديه للطبيب. هنا بير هنايا في شعب الأبطال حافرين وفي وسط الواد. مشكل اختلاط المياه ليس الوحيد بالمدرسة، فنقص الأقسام والتذبذب في تزودها بمادة المازوت واهتراء الطريق والنقل المدرسي زادت من غبن التلاميذ. الأقسام ما عندهمش الغاز التدفئة، قصنا أقسام قويين خطر نقرأ في القسم من فوق خطر التحت. مصالح البلدية نفت اختلاط المياه مشيرة إلى تزويد المؤسسة بالصهاريج في انتظار انطلاق التزود من أنبوب مياه البحر. اتخذ الإجراءات، بلعنا الريزو تاع الماء مادش اللي يكون ندلو بالسترينة بان انا نقرعوا الماء تاع تحليه البحر. الشاطئ راه واجد وكانت عندنا معلومات باللي فيه وتنبداو ايش نشربوا، ماش عارف وقع تاخر رانا نقرعوا الماء تاع التحليه والشاطئ راه كامل. تبقى مخاوف الاولياء قائمه الى حين تدخل السلطات الولائيه من اجل السماح باستغلال الخزان المائي الجاهز الذي تم ربطه بالانبوب الرئيسي القادم من محطه تحليه مياه البحر للقضاء على ازمه العطش التي تشهدها المنطقه.